في بداية العدوان الإسرائيلي تقريبا كان معظم الشارع الإسرائيلي مؤيد لاستمرار العمليات العسكرية والانتقام حسب وصف الشارع الإسرائيلي، ولكن بعد مرور أسابيع الآن بعد مرور أكثر من 128 يوم من الحرب بتنا نشاهد الأعداد في الشارع الإسرائيلي تزداد يوما تلو الآخر لتطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف إطلاق النار والتوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى. فقط بالأمس كان هناك الآلاف من الإسرائيليين خرجوا في مظاهرات في تل أبيب، قاموا بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والمهمة، وهذه ليست المرة الأولى، نتحدث عن عشرات المرات بشكل متكرر، يعني تقريبا بشكل يومي يخرج الآلاف من الإسرائيليين ليحاولوا الضغط على هذه الحكومة للتوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى. أيضا صباح اليوم نشرت صحيفة يدعوت أحرنوت بعض آراء من عائلات الأسرى الإسرائيليين، وتحدثوا بأن ما زال بنيامين نتنياهو لا يضع الأسرى الإسرائيليين في سلم الأولويات، هو يقوم بالخروج بتصريح مؤيدة وأنه يريد استرجاع الأسرى، ولكن على أرض الواقع حسب وصفهم هو لا يكترث للأسرى الإسرائيليين، وهو يريد فقط التمسك بمنصبه كرئيس للوزراء الإسرائيلي بالفترة الزمنية الأطول حسب طبعا ادعائهم. لذلك الشارع الإسرائيلي يعني هو جزء منه أو جزء كبير منه غاضب على هذه الحكومة، يتهمها بالفعل يعني فشلها باسترجاع الأسرى الإسرائيليين، خاصة كما تحدثت أيضا الزميلة خولة قبل قليل بأن أعداد الأسرى الإسرائيليين القتلى تزداد، خاصة مع يعني تكثيف الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها على مناطق رفح المكتظة بالغزيين، وأيضا ربما تواجد الأسرى الإسرائيليين في تلك المناطق.